فأنت عم تشوف إنه العدالة العاطفية مش عم تحقق مع هالشخص. هلأ ممكن يكون هو عم يحاول إنه هالشخص ممكن يكون عم يحاول إنه يكون متوازن، ولكن أنت على الصعيد العاطفي عم تحس إنه أنت اللي عم تعطي أكتر من هالشخص، أو أنت عندك مشاعر تعطيها أكتر من هالشخص. بالنسبة لخطوتك في المستقبل، عم شوفك عم تحاول، في عندك كتير ستات، وفي عندك جاستس كايل بلوفرز، في عندك كتير كروت بترمز إلى إنه أنت عم تبحث عن التوازن، أو أنت أو الطرف الآخر محطوط بمطرح إنه في عندك لازم تختار بين شيئين. وعم شوف انتو طاقتكم المشتركة حاليا عم الامور بينكم stagnant او متوقفة، او ما في حكي، ما في حركة بالعلاقة، ما في انرجي او طاقة عم تتحرك. انت خطوتك بالمستقبل عم شوفك بدك بداية جديدة، ممكن تكون مع هالشخص، ممكن تكون بداية فقط جديدة مع شخص آخر، أو حتى سنجل، أو حتى ما بدك تفوت بعلاقة من البعض منكم، لأنه أنت عم تبحث عن التمبرنس، عم تبحث عن الشفاء، عم تبحث إنك تداوي حالك وتشافي حالك من الموقف اللي أنت فيه. عم تبحث أيضا على علاقة يكون فيها التوازن بالأخذ والعطاء، ولكن عم شوفك بالمستقبل طاقتك كتير مختلفة عن بداية القراءة، عن طاقتك الحالية. حاليا أنت ممكن تكون بوضع شوي محبط عاطفيا، ولكن في المستقبل في عندك optimism أو عندك تفاؤل أكتر، أو نظرتك رح تكون إيجابية أكتر. فحتى ممكن تمر بمرحلة مثل التنوير في حياتك، أو بالفترة القادمة رح تمر بمرحلة من التنوير. أنا أشوفك أيضا تحاول تأخذ الأمور ببساطة بالمستقبل، رح تحاول تكون دبلوماسي أكتر، أو تتفهم وضع الطرف الآخر أكتر. أنا عم شوفك يعني عم تتركها تيجي مثل ما تيجي. بالنسبة لخطوات حبيبك بالمستقبل، حبيبك في عنده شغل كتير، أو الشخص اللي عم تتعامل معه في عنده شغل كتير soul work أو شغل روحاني على حاله، لأنه هالشخص متناقض جدا بنفسه من جوا، متناقض، عم يمر بكونفليكت أو عم يمر بصراع داخلي، ومشان هيك بيعكس على العلاقة بتصرفاته معك، لأنه هو عم يحاول يجمع أكبر قدر من المعلومات اللي ممكن تساعده في اختيار قرار يكون عادل. هالشخص ما بيحب الوضع اللي هو فيه حاليا، هو يعني مش نيته إنه يكون متقلب المزاج، ولكن هو من جوا بيحتاج إلى الشغل، بيحتاج إلى جلسة مع الذات مثل ما نحكي، لحتى يفهم هو وضع شو، هو شو بيريد، ولحتى يعرف يحل الصراع الداخلي اللي هو عم يمر فيه، مشان ما يعكس هالإشي على العلاقة. ولكن عم شوفكم انتو في المستقبل
يعني عم شوف انت الشخص اللي مشاعرك اكبر بالعلاقة من هو شخص ممكن يكون بالغالبية بوجه هوائي، لانه شخص بيحب يحلل الامور بطريقة منطقية، ممكن تكون منطقية زيادة عن اللزوم او اكتر مما برج السرطان بيحب. ممكن انت بدك منه ردة فعل من الناحية العاطفية، يعني شوف أغلب كروتك عاطفية وأغلب كروته منتل أو عقلية، فهالشخص عادة بيقترب للأمور بطريقة تحليلية، وكأنه يعني عم يحل مسألة أو عم يحاول يفهم مشكلة أو شيء معين، بعكسك أنت قراراتك اللي بتاخدها بتكون مبنية على عواطف، على انت شو بتحس من جوا. ممكن يكون الوضع بالنسبة لإلك مش كتير منطقي مثل ما هو هالشخص بيحل الأمور أو بيفكر بهالطريقة. عم شوف أيضا طاقتكم المشتركة فيه رح يكون في هدوء بينكم، مش رح يكون في حكي كتير، في الطاقة بينكم ستاغنت، ولكن عم شوف انه هو اللي اكتر بيحاول يتقص اخبارك او يعرف معلومات عنك اكتر منك انت. عم شوفك انت مركز على روحانياتك اكتر، على حالك اكتر، على شغلك اكتر، يعني على تطوير ذاتك اكتر مما هالشخص مركز على انه يفهمك اكتر أو يفهم شو الغلط اللي صار بالعلاقة أو ليش صار هيك. بدنا نسحب كروت توضيحية نشوف هالشخص شو هو الإشي اللي هو بصراع بأمره. ممكن يكون شخصين، ممكن يكون علاقتك أنت معه وطبيعة شغله أو إشي مثل هيك، بس بدنا نوضح شو هو الشيء اللي هو من جوا داخليا عم يمر بالصراع من أجله. طيب، فهالشخص حاليا بفترة أو بده يدخل بفترة هدنة أو عم يبحث على نوع من الخلع أو العزلة لحتى يفهم وضعه أكتر، ولكن الشخص هيدا متناقض بجوا حاله أو الشيء اللي هو يعني مضايقه أو مش عارف يوجد له الحل، هو إنه عم بعتقد هالشخص ما بيعرف يتصرف مع مشاعره أو عم يحاول يحلل مشاعره أو يوجد تفسير منطقي للمشاعر اللي هو بيحس فيها. فبالغالبية البرج اللي انت عم تتعامل معه برج هوائي، لانه يعني المشاعر عادة ما بتتحلل، ما بتنفهم، هي بتنحس فقط، ولكن هالشخص عم يحاول انه يفسرها، انه ليش انا عم احس هيك، ليش عم احس انه هالشخص هو شريك حياتي، هالشخص هو سولميت، ليش انا بدي اقدم لهالشخص عرض حب ولكن يعني مسبب له صراع داخلي أكتر من ما هو خارجي. هالشخص عنده صعوبة جدا بالتعبير عن شو هو بيحس، بالذات إذا كانت يعني إشي بتخص المشاعر. هو بيحب يظهر بصورة شخص كتير متوازن، شخص كتير مش اكستريم او ما بيميل لاي كف او لاي جهة، ولكن من جوا مشاعره فياضة، ولكن صعب عليه انه يعبرها او يحكي فيها. طيب، بدنا نشوف بالمستقبل هل رح يصير في بينكم تواصل، لانه بين الوضع الغالبية منكم فيه سكون، فيه هدوء، ما عم شوف فيه مشاحنات أو فيه
مشاكل صارت بينكم، ولكن في انقطاع بالتواصل. فبدنا نشوف هل رح يصير في تواصل بينكم. انتوا الاثنين بالمستقبل رح توصلوا الى، في عندكم شغل رح يصير بالمستقبل، شغل بالعلاقة او بالاستمرارية العلاقة، بارتباط بالعلاقة. عم شوف ايضا في طرف منكم، اذا كان في بينكم صراع على السلطة بالسابق، في طرف منكم هو اللي رح ياخد زمام الامور بالعلاقة. ما بعرف مين رح يكون الطرف، ولكن في طرف رح ياخد هو زمام الامور بالعلاقة، وعم شوف في مجهود رح ينحط كتير عالي، برغم انه هالكرت بيرمز احيانا عن مجهود بنحط ولكن ما بيعود بالنتيجة اللي انت بدك اياها، ولكن المجهود اللي رح ينحط، يعني الوضع هون بالمستقبل بيحكي انه بيتطلب منكم صبر كتير عالي. اذا انتو الاثنين عم تطمحوا الى تحقيق اسرة او الى تحقيق اساسات صالحة بحق هالعلاقة، او اشي مستدين الى المستقبل، سواء كان علاقة جدية، سواء كان خطوبة، سواء كان زواج، ولكن عم شوف انه بالمستقبل النظرة بينكم متمركزة أكثر على الصورة الأكبر للعلاقة، مش على التفاصيل الصغيرة اللي عم بتصير، ولكن هي على الصورة الأكبر. بالمستقبل في شغل كتير بينكم لازم يصير، ونشوف إنه في مجهود عالي بده يصير من الطرفين، لأنه هالطاقة طاقة مشتركة بينكم. من الطرفين في مجهود عالي لازم يصير، ولكن مثل أي علاقة، يعني إنك تبدأ علاقة شيء وإنك تخلي العلاقة دون شيء آخر، فأي علاقة أنت بتطمح إلى إنه تخليها إلى المدى البعيد أو إلى إنك تكون مستقبل مع هالشخص، لازم يكون فيها مجهود، ما بتكون عادة سموذ، أو الطريق ما بيكون عادة سهل. ولكن كلا الطرفين هون مستعد لأنه يحط مجهود في العلاقة. بتوقع هذا كل شيء ناقشناه، ما في أي شيء مش واضح، إنه لأنه حكينا هل رح يكون في تواصل بينك وبين هالشخص، مش واضح هون إنه في كوميونيكيشن أو تواصل حرفيا بينكم، ولكن نشوف إنه سواء حكيتوا مع بعض او ما حكيتوا مع بعض، عم شوف انه انت عم تشتغل على حالك، وهو ايضا عم يشتغل على حاله بطريقة مختلفة، لانه انت عم تحاول تصلح من حالك يعني اشياء، وهو عم يحاول يصلح من حاله اشياء. انت عم تحاول تتشافى وتطور حالك، وهو عم يحاول انه يفهم مشاعره أكثر، أو يفهم أو يستوعب إنه عادي يبين أو يظهر مشاعره، إنه شخص كتوم جدا الشخص اللي عم تتعامل معه. فعم نشوف إنه سواء حكيتوا مع بعض أو ما حكيتوا مع بعض، المجهود موجود هون، لأنه في عندكم مفهوم للصورة الأكبر اللي بدكم تحطوها مع بعض. بس هو حتى إذا ما صار في تواصل، في عندك هون إيت أوف وانز، هالكاتب بيحكي على تواصل سريع، فهالشخص ممكن الشيء اللي متناقض بأمره أيضا هو إنه بده يحكي معك، ولكن الأمور مش كتير تسمح إنه هو يحكي معك، وهو متناقض وبده يعترف لك حتى بأنه يحبك أو في مشاعر تجاهك، ولكن صعب عليه أنه يعبر. فبتوقع هالشخص بيحتاج إلى أنه يوجد
نوع من الشجاعة جواته، واللي هي مبين إنه رح توجد، لأنه ذا إمبرور كانت ناري طاقة كتير دامنة، طاقة كتير مهيمنة. فعم شوف إنه هو في عنده زي يعني ستاند أو وقفة معينة أو موقف معين رح ياخد من الوضع، لأنه هو اللي يتقدم ويحكي معك، بالذات لو انتي امرأة برج السرطان وهو رجل يعني. اوكي حبايبي برج السرطان، انا بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها. اذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي لايك وكومنت شير وسبسكرايب، وان شاء الله رح اشوفكم في فيديو قادم. شكرا لكم جميعا.